مساء الخير. سجلت هذا المساء يحاول أن يطرح سؤال أو يحاول أن يجيب على سؤال: ماذا يحاك في الوقت الضائع؟ الوقت الضائع لماذا؟ لأنه لدينا شعور أن الأمور التسويبية لا تصل، وأن أمور الحسم لا تصل، وأن هناك شيء خلف الكواليس، كلام كثير عن احتمالات تسوية ومشاريع تسوية في سوريا، أو احتمالات تسوية ومشاريع تسوية في مصر أو تونس، أو حتى زيارة أوباما التي تعتبر تاريخية إلى المنطقة لإيجاد تسوية معينة في هذا الوقت الضائع. أهلا بك أستاذ سليم نصار، مذكر هناك صحفي وكاتب سياسي. هل لديك هذا الشعور أن هذه الفترة هي فترة مراوحة، وأن هناك تأجيل للحسم وتأجيل للتسوية، وأنه أثناء التأجيل نرى مجموعة تفاصيل سنتكلم عنها، منها مثلا زيارة أوباما إلى الشرق الأوسط؟ بالتأكيد هذه المرحلة هي من أخطر المراحل، لأنه فيها نوع من الترقب للمستقبل، خاصة أنه الرئيس أوباما لديه مشروع يخص سوريا، يخص إيران، يخص الفلسطينيين، وهو قادم على أساس حل كل هذه المشاريع دفعة واحدة مع رئيس منتخب بقوة شعبية اسمه نتنياهو. لا يريد أن يعطي شيء إلا إذا أعطته أمريكا الوعد الذي قالت أنه لن يكون هناك لدى إيران قنبلة نووية. طب رأيك، طبعا خلال فترة أوباما الأولى كان معروف جدا حالة التوتر الشخصي بين أوباما وبين نتنياهو، مجموعة اجتماعات حاول الطرفين أو على الأقل الولايات المتحدة أن تدور الزوايا وأن يعني تعطي انطباع للعالم أن العلاقات ما زالت ممتازة. أليس هناك توريط؟ لماذا يأتي أوباما إلى المنطقة علما أنه لا يبدو أن هناك مشروع معين، لا يبدو أن هناك نقاط، أن هناك إعلان كبير، في برودة في هذه الزيارة حتى من الجانب الفلسطيني؟ يعني المؤسف أنه كل رؤساء الولايات المتحدة في بداية عهودهم بيبدوا بأماكن، دائما يعني المشاريع في أماكن بعيدة عن الشرق الأوسط، بعدين الأحداث بتفرض عليهم يرجعوا للشرق الأوسط. أول ما يعني في هذه الولاية توقعنا أنه أوباما سينتقل إلى الشرق الأقصى على أساس هموم الصين واليابان وما بينهما من خلافات ممكن أن تؤدي إلى حرب إقليمية في المنطقة، وفجأة أدار ظهره لكل هذه الأمور وسيأتي إلى المنطقة بدافع حل القضايا التي يعتبرها مزمنة وعمرها 60 سنة. يعني قضية فلسطين، رؤساء الجمهوريات الأمريكية يعني تناوبوا على هذه القضية مدة 60 سنة ولم يحصل شيء. الآن قبل ما يوصل طبعا أوباما، نتنياهو قرر يزيد المستوطنات، واللي هي المشكلة الأساسية بينه وبين الولايات المتحدة، إنه وقف المستوطنات الآن حتى نعرف نحكي عن دولة فلسطينية متكاملة قادرة على العيش ولا البقاء. فهو تقييمك للزيارة، زيارة كيف يعني، زيارة شخص يريد أن يزور إسرائيل وفلسطين، هيك زيارة سياحية لرئيس أمريكي؟ لا، في برنامج له هلأ موجود الآن في الولايات المتحدة، 2 من أكبر ضباط مسؤولين عن الأمن عن يحاولوا ينسقوا حتى يدوروا الزوايا، أو على الأقل يحلحلوا بعض الأمور قبل وصول الرئيس، يعني تكون جاهزة وحاضرة. هلا الرئيس اللي يقال مشروعه، مع أنه لم يظهر للنور، بس يقال على أنه بده يعمل نوع من المقايضة: أنت بتعطي للفلسطينيين حقوقهم وهذا بيرضي كل المسلمين وكل العرب بدولة ثانية، مقابل نحن نعمل صفقة مع الإيرانية بتكون فيها إيران مثل اليابان، أي تستطيع أن تنتج القنبلة النووية ولكنها لن تنتجها الآن
لأسباب سلمية. أوباما باستطاعته أن يقدم هكذا مشروع، لكن إيران أين؟ حتى الآن غير واضح أن إيران ممكن أن تقبل بصيغة من هذا النوع، على الأقل على مستوى التصريحات الرسمية لا نعرف ماذا يجري مما يقال عن اتصالات سرية بين طهران وواشنطن. يعني في تيارين في إيران الآن، في تيار نجاد والمجموعة الأخرى المعارضة، وفي التيار اللي بيمثله المرشد الأعلى علي خامنئي. علي خامنئي قال ما في، يعني ما في لزوم إنه نعمل أي نوع من الحوار مع الولايات المتحدة، لأنه موقفها معلن ومعروف على إنه موقف عدائي. لكن مرات كتير هذه المواقف لا تعبر عن حقيقة الوضع، لأنه إذا وجد نفسه في مأزق مضطر إنه يفاوض. هلا شو عم تعملوا؟ الولايات المتحدة وإسرائيل أو اللي بيبغضوا إيران، شو عم يحاولوا يعملوا الآن؟ إيران مش إيران وحدة، إذا طلعت عليها على الخريطة ممكن تكون إيران وحدة، بس إيران مثل الإله الهندي اللي له ست إيدين، عندها حزب الله بلبنان، عندها حماس وعندها سوريا. هذه كلها وسائل ضغط على يعني حدود إسرائيل أو قريب من البحر الأبيض المتوسط، وهيدي بتمارس فيها كل الضغوط تبع والتهديدات. فالآن الفكرة الإسرائيلية إنه خلينا نحن نضرب حزب الله أو نتحرش بحزب الله ونضرب حزب الله ونساعد على انهيار النظام السوري، وحماس مشكلتها بتصير مع مصر وليست معنا. فدخول إسرائيل، هذا ما يفسر دخول إسرائيل بعد سنتين على المشاكل بسوريا. إسرائيل ما دخلت بالأزمة السورية أبدا ولا أعطت أي انطباع، لا مع ولا ضد. فجأة طيارات بتضرب على شاحنات محملة، يقال أن محملة لكن الأسباب المعلنة هو أسباب أمنية، حضرتك تضعها في سياق أكبر من ما أعلن. على كل حال لم يعلم بشكل رسمي أن إسرائيل قامت بذلك، لكن القول أن هناك أسلحة كانت تنقل من سوريا إلى حزب الله هي وراء قيام إسرائيل بهذه الغارة. لكن هل تعتبر أن هذه الغارة لا هي أكبر من ذلك، ليست فقط عملية، هو تدخل إسرائيلي في الشأن السوري في سياق الشأن السوري؟ عم تقول لسوريا هي على أنه مثل ما الكل بيتدخل، مثل ما التركي بيتدخل والإيراني بيتدخل وإلى آخره، هذه الأرض المستباحة أنا كمان إلي حصة فيها. دليل على ذلك أنه موجود الآن ما يسمى بالعازل الأمني أو منطقة عازلة، منطقة عازلة بأيام سعد حداد بديتها بلبنان، على أساس أن الصواريخ المدى تبعها 25 كيلومتر ما بتوصل لها، فدخلت كل هذه المساحة. الآن أخذت مساحة 15 كيلومتر عند الجولان، فاتت دخلت بالأراضي السورية وهي تحتل هذه الأراضي الآن، بالإضافة على الأراضي تبع المرتفعات الجولان. في قريتين اجت القاعده حطت فين يعني وسائل دفاع واسلحه وغيره الى اخره، فاتوا هني وحاطين هلا راتل من الدبابات هناك. هيدي طبعا هي معلومات سريه ام معلومات معلنه؟ لانه لم يعني لم معلومات معلنه لم يعني نسمع ان انا كتبت الاسبوع المقبل. يعني طيب، في كلام أيضا عن هذه العملية، هل برأيك هي عملية انتهت أم يعني لما يعني نتابع التداعيات السورية الرسمية والتداعيات الإيرانية عندما جاء أمنيين إيرانيين الاجتماع بالحكومة السورية وقالوا أنه هذا تنسيق للرد، وبعد ذلك أتى رد سوري يقول أساسا إسرائيل ردت على قيامنا نحن بمنع يعني عملاء إسرائيل بمهاجمة هذا الموقع، هل برأيك انتهت هذه العملية أم هي بداية لعمليات أخرى أيضا سورية؟ لا، إيران موجودة وعن زيد كثافة وحجم
الحرس الجمهوري في سوريا، يعني دفاع عن النظام السوري، حلفاء سوريا يعني يقوموا فيه، كان من حزب الله يمكن بأعداد قليلة، أما إيران عم تدفع كتير، وعم تدفع عن طريق العراق، لأنه هيدي أراضي متناسقة. الحكم في العراق الآن يدار من طهران، وليس يدار، يعني مع احترامنا الكبير للمالكي، طيب، إنما يدار من الحركة طهران. الإسرائيلية ما أخذت بالاعتبار التواجد الإيراني الذي تتحدث عنه، هل برأيك إسرائيل بغض النظر عن التفصيل الأمني هي معنية بمستقبل سوريا، وبالتالي قد تتدخل كما تقول إسرائيل أن أمريكا تتدخل، أن إيران تتدخل والخليج تتدخل، قد تتدخل للتأثير على مستقبل سوريا؟ طبعا طبعا، لانه من الاول قالت انا لا استطيع ان احتمل نظام اسلامي على حدودي، بس اضافه الى النظام الموجود في مصر، اضافه الى النظام الموجود يعني على حدودها بلبنان او غيره وغيره. فهي اذا كانت بتعتبر نفسها هي جزء من المنطقه وتتاثر بالمنطقة، بدها تاخذ في الاعتبار هذا، لأنه إسرائيل حاولت الدول الغربية إن تشيلها، يعني مثل ما كما لو إن سفينة موجودة في البحر وتربطها بالحلف الأطلسي، رفضت إسرائيل، قالت أنا لا، لأنه إذا ارتبطت بالحلف الأطلسي بصير علي المسؤوليات اللي على الحلف الأطلسي، أنا ما بدي، أنا بدي دل وحدي. فهذا هو الوضع الجديد. طيب، يقودنا هذا استاذ سليم نصار الى الموضوع السوري. في موضوع سوريا هناك طبعا الحدين، الحد الاول حد عسكري والثاني حد سياسي. واضح جدا بخلال التقارير الاسابيع الاخيره ان الولايات المتحده والحلف الاطلسي والدول الغربيه تراجعت عن حاله الحزم التي تحدثت عنها، تراجع ايضا الدعم المالي والعسكري واللوجستي الى المعارضه، وتم الكلام حتى عند العرب عن تسوية وعن إمكانية الحوار والحل السياسي. كان تذكر سعود الفيصل عندما طالب في وقت من الأوقات بتسليح المعارضة قبل أسابيع كان يقول أنه لا حل في سوريا إلا عبر الحوار السياسي. هل برأيك هذه موضة حاليا، موضة الأسابيع ها نتكلم عن الحوار السياسي، وهل هذه موضة نهائية أم بإمكان هذا العالم أن يستيقظ يوما على خبر عسكري أكثر منه سياسي؟ الوضع الحالي ما في حل، بالعكس الموقف الأمريكي زاد من تعقيد القضية أكثر بكثير من الموقف الروسي. إذا كان الموقف الروسي الصيني بيقول أنا بمجلس الأمن أنا ما بقبل أبدا أنه تنضرب أو يتغير النظام بالقوة، إجا الأمريكاني بجلسة مع كل وزراء الدفاع السابقين والحاضرين بيقول فيتو على هذا الرئيس أوباما، ولن أسمح أبدا بإعطاء المعارضة السورية أسلحة ربما تنتهي في أيدي خصوم الولايات المتحدة في المستقبل. كيف يجري يعني في الولايات المتحدة؟ طبعا سمعنا أن الكونغرس تقدم باقتراح من هذا النوع، الكونغرس الذي يعني يعبر عن المشهد السياسي الأمريكي يتقدم باقتراح لتسليح المعارضة إلى مؤسسة الرئاسة، مؤسسة الرئاسة ترفض. من هو الحريص، من هو الأعلم بالمصلحة الولايات المتحدة، الرئاسة أم وزارة الدفاع أم الكونغرس أم وزارة الخارجية؟ يعني بطبيعة الأمور CIA هو بيزودوا للرئيس بكل المعلومات، إضافة إلى وزارة الدفاع طبعا، وهو بالأخير يعني هو اللي بيقرر القرار بالنهاية له، لأنه هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، لذلك الرئيس عنده سلطة بالولايات المتحدة. طبعا الكونغرس بحجمه كتير بس عنده سلطة، ملك منتخب. سؤال آخر، الولايات المتحدة عندما قررت أن تضرب أفغانستان وقررت أن تضرب العراق، فرنسا أيضا عندما قررت أن تتدخل في مالي، هل السبب يتعلق بالثروات وبالطاقة؟ مالي يتحدث عن اليورانيوم، في العراق يتحدث عن البترول، وفي أفغانستان أيضا في يعني في مصالح بترولية غازية إضافة إلى المشكلة الأمنية، أم الموضوع يتعلق بطباع الرئيس في البيت الأبيض جورج بوش الابن غير أوباما؟ لا، الظروف كمان اختلفت.
وضع هدف أساسي طبعا انتخابي كان أوباما، هو مقتل بن لادن، أسامة بن لادن، وعمل له خطة طويلة عريضة ممكن كانت تفشل بأي طريقة يعني، لكن أصر على تنفيذ هذه الخطة حتى يقيم هالاحتقان وهالحقد التاريخي من عائلات 3000 شخص قتلوا بدون سبب بالبرجين وإلى آخره، ويقول للأمريكان أنا أفضل بكتير، ليكوا شو عملت لكم. هذا كان واحد من أوجه السياسي الانتخابي. لكن شيء آخر هو نتج عن مقتل بن لادن شيء أساسي تماما. بن لادن كان قاعد في هالمغاور تبع تورا بورا بأفغانستان ومبسوط، ومن هناك كان يصدر الأوامر إلى جماعته للتنفيذ على كل العالم في كل المواقع. لما إجا خليفته الدكتور المصري الظواهري غير استراتيجي بالكامل تمام، نزل من أفغانستان وراح على امتداد لتطويق أوروبا عن من طريق مالي، بين مالي وبين أي موقع آخر في حجم مش موجود منه يمكن على الخريطة، والسبب أنه قد ألمانيا مرتين. هيدي كلها صحراء ما فيها شيء أبدا. فهو قاعد جماعته عن يعبثوا بها الصحراء، والصحراء هيدي إلون ملك إلون، إلى أن صارت حادثة مالي وحدث اللي حدث من بعدها. يعني بدي أقوله أنه في تغيير في خط الدفاع الأول اللي عمله الظواهري، هو أنه يرجع يعمل التفاف على أوروبا من مكان آخر. من هيك عم نشوف القصص الآن بتونس، والقصص اللي صارت بالجزائر، والقصص اللي صارت بمالي. هذا مرده إلى أنه الأوروبيين بدهم يدفعوا القاعدة عنهم. أعدك إلى الموضوع السوري، نتكلم عن هذا الموقف الأمريكي. عندما تتحدث الولايات المتحدة والغرب أن العدو الأساسي هو الإرهاب وهو القاعدة، وتتحرك فرنسا طبعا بدعم من الأوروبيين والولايات المتحدة نحو مالي لأن هناك قاعدة، الولايات المتحدة تقول لا أريد تسليح المعارضة حتى لا تسقط في أيدي القاعدة، كيف تفهم أن الغرب يتحرك في منطقة لضرب القاعدة بينما في منطقة أخرى هو يقول أن القاعدة موجودة يتراجع؟ شوف لك، بدني قالوا له الأمريكان خسائرهم كتير. يعني الجسس اللي كانت تجي بأيام بوش إلى الولايات المتحدة مرات كتير كان يعني ما يعلن عنها، وكان تمر بشكل سري لأنه صار في نوع من التمرد داخل الولايات المتحدة أنه نحن عن نروح أولادنا عن يقتلوا من شيء قضايا تفهم ما إلنا دخل فيها، لا عن تبعتون. كان ممكن أنه نغمة فيتنام ترجع، عرفت كيف؟ أوباما استعاض عن هذا الأمر بقصة الطائرات من دون طيار اللي هي درونز، اللي عم تعمل إثارة طويلة عريضة اليوم بالمنطقة، لأنه عم تستعمل صارت أكثر بكثير من الجيوش، فعم تستعمل باليمن، عم تستعمل في كل مكان، وعملي مشكلة يعني داخل العالم العربي الآن، إنه هل يحق لأي دولة إنه تنطلق منها الطائرات الدرون هيدي حتى تقتل ناس عرب وإلى آخره. فهيدي مرشحة لك. أنا بقول على إنه أوباما بهالأربع سنين ما رح نلاقي منه عنتر عبس مثل ما هو يعني يحاول يطرح نفسه، حينسحب بهدوء إذا فشل، وما بده يلقي أي نوع من يعني مش جاي يعمل بطل تاريخي. المرحلة الأولى كان عنده هذا التصور، جاء على تركيا عمل خطاب، وجاء على القاهرة عمل خطاب وبدأ، فلقى أنه عاجز عن تحقيق هذا الأمر. الآن أوباما همه الأساسي هو أن يترك شوية وقع جميل داخل الولايات المتحدة، هل يتبين من الخطاب تبعه إلى الأمة أنه كله سوا، يعني توسيع حجم المساعدات،
الاهتمام بالناس اللي ما عندن شغل، وإيجاد هموم أشغال داخلية أكثر لهم، منها، وتأمين حالة المصارف، يعني هموم داخلية بحتة. هل هناك نقاش في الولايات المتحدة أن هذه السياسة، سياسة أوباما التي هي سياسة مهادنة والتفتيش عن الحوار وتجنب الحروب، قد يفقد الولايات المتحدة أماكن نفوذ في العالم بما فيها الشرق الأوسط؟ هي أمريكا عندها 24 قاعدة عسكرية بالعالم، 24 مصروفة عليهم، ما بتقدر تحط صفورة قد ما يعني مصروف ضخم. قرر وزير الدفاع انه هودي بلاهن كلن سوا، فلح تنزل حجم امريكا. هلا امريكا عندك بارجي واحد يحمل الطائرات بالمتوسط، رفض وزير الدفاع انه يبعث ثلاثة لانه هو بكلفونا. صار هلا عم يحسب حساب البنزين تبع البواخر. وقت الامريكا بتصير يعني بهالقصة، تعرف ليش عم تطلع الصين وعم تكبر اليابان وعم تقوى المانيا؟ في يعني الدول مثل الشعوب، يعني مثل الافراد، بالنهاية وقت بتطلع على الامبراطورية الرومانية بتقول قعدت 1000 سنة، او العثمانية قعدت 600 سنة إلى آخره، بالأخير بتشيخ وبتروح. فالإمبراطورية الأمريكية بما أنه هذا عصر السرعة يعني ما راح تطايم أكثر من 100 سنة. في التاريخ الحديث دائما كل النزاعات الدولية كان هناك مرجعية دولية لها، سواء كانت في الشرق أو في الغرب. عندما تنسحب الولايات المتحدة حسب رأيك أستاذ سليم نصار على الطريقة الأوبامية، من يستطيع أن يجد حل لكل هذه النزاعات؟ تتحدث عن سوريا، لكن تتحدث أيضا عن منطقة الشرق الأوسط، تتحدث عن مناطق أخرى أيضا. ما رح يكون في مرجعية واحدة. آسيا رح يكون إلى الصين، أوروبا رح يكون إلى ألمانيا وفرنسا. يعني نحن بعالم متعدد الأقطاب، ما رح يكون في أشعر الشعراء بقى أبدا، لأنه هذا عصر بسبب التنوير وبسبب الانترنت وبسبب وبسبب ما رح يكون في أشعار الشعراء بها، رح يكون في تعددية. طيب أستاذ سليم نصار، في القسم الثاني سنحاول أيضا أن نبحث في بعض الملفات، لا سيما الملف المصري وطبعا الملف التونسي، وهم يعني مصر وتونس بإمكانه أن يكونوا مرآة لما أسمي بالربيع العربي وما بعد الربيع العربي. بعد الفاصل اسمعوا. أهلا بكم من جديد، سجلت في القسم الثاني مع الأستاذ سليم نصار الصحفي والكاتب السياسي، نحاول أن نجيب على أسئلة هل هناك ما يحاك خلف هذا الوقت الضائع. المفاجأة الكبرى تأتي كل أسبوع من مصر، انتهاء عصر مبارك، سنتان على هذه الثورة في مصر، يفترض أن نكون نحن في فترة المراوحة، لكننا يبدو أننا في فترة الثورة الثانية. أولا، هل كنت تتوقع ذلك؟ هل تتوقع بين مزدوجين فشل الثورة الأولى للبحث عن ثورة ثانية في مصر؟ يعني ما بقول إلى حد الجزم هذه التوقعات، بس ما كنت متصور أنه الشعب المصري اللي من زمان كان يعني عرف بأفاق الانفتاح والريادة انه يقبل بمثل هذا الحكم. صحيح انه صار 82 سنة ناطرين هذه اللحظة التاريخية حتى يستولوا على الحكم وما يعودوا ابدا يتنازلوا عنه، وصحيح انه عملوا اغتيالات كتير كتير لزعماء كتار كتار وقفوا في طريقهم انما شالوهم عن الطريق. بس انا ما بعتقد ان هذه الثورة في مصر ستنجح بالكامل. الان إذا ما عملت تنازلات وأدخلت معها عناصر جديدة وأحزاب جديدة على الأقل حتى تلونها، إنما بتكون ثورة الحزب الواحد والرأي الواحد والفكر الواحد، وهيدي محالة إلى العالم، لأنه مش عارف الآن وين بدك. بيجي لعنده أحمد النجاد بيعمل إيراني، بيجي لعنده الملك عبد الله بيعمل سعودي، بيجي لعنده القطري بيعمل قطري، يعني ما عارف اي لباس بده يلبس. الان هو الازهر،
على كثير من الأمور المتعلقة بالتأويل والتفسير وإلى آخره. طبعا الأزهر أكثر منه انفتاح وأكثر منه رغبة في حوار سائر الدول. طيب يعني هناك أستاذ سليم نصر، هناك من اعتبر أنه العالم هذا الربيع العربي كان يفتش على الديمقراطية والحريات وإلى آخره، وأن هذه الديمقراطية أتت بهذا النظام الإسلامي الإخوان المسلمين في مصر. هناك طبعا في مصر من يدافع عن هذا الموضوع، لكني أذكر قول يعني ردده الرئيس السابق مبارك بالقول أن الديمقراطية يجب أن تكون لها يعني خصوصية مصرية، وأن الديمقراطية الغربية لا يمكن أن تنفذ في مصر. لديك هذا الشعور حاليا أنه ليس بأي ديمقراطية بإمكان أن نمشي في دولنا؟ أنا لدي شعور أنه مرات كثير الشعوب أو الصندوق الانتخابي ليس هو حقيقة عن يجيب الديمقراطية. يعني هتلر إجا بشكل ديمقراطي صحيح 100%، جابوا صندوق الاقتراع. شوف طلع أكبر يعني شرير بالعالم. يعني الديمقراطية بدأ طبعا تناسب، بس الأمريكان، وهذا كلام أنا سمعته مؤخرا حلو كتير من إيميل لحود، يعني قليل بيعمل أشياء حلوة، بس قال كل الوقت لما يجي أي أمريكاني لعنا مسؤول صغير أو كبير يطالبنا بالديمقراطية، بعدين اكتشفت أنه حتى يتدخلوا، يعني سلاح الديمقراطية أنت ما عندك إيه، بقى أنا بدي يجي شاهد عليه حتى يعطي للأمريكي مبرر تدخل في الشأن الداخلي اللبناني أو المصري أو إلى آخره. هلأ كل الوقت الأمريكان رح نعطيك إن نحن المليار ونص، نعطيك إياها، رح نعطيك الأربعة بليون ونص للبنك الدولي بس نحن بركن تحفظنا على الديمقراطية. ايش الديمقراطية يعني؟ لازم ياخذنا. طب بملاحظتك، هل تعتبر، طبعا في فترة اعتبر انه الولايات المتحدة قابلة بوجود الاخوان المسلمين على رأس الانظمة القادمة، تعتبر ان الاخوان المسلمين بامكانهم يعني ضبط الحركة الإسلامية الجهادية الموجودة، أو أنه كمان الإخوان المسلمين يمثلوا أغلبية في الاقتراع؟ هل برأيك هناك مراجعة الأمريكية لهذا الموضوع؟ خليني أقول لك عن السياسة الأمريكية هيك يعني بالمطلق. مرة نعمل حديث مع هنري كيسنجر هون بالأوتيل تشرشل، قلت له أنه ناس تهمينك على أنه أنت خربت قبرص. قال كيف خربت قبرص؟ قلت له يعني انت كنت مع الأبارصة وانت ساعدت الأتراك تفاتوا يحتلوا. قال لي شوف لك، نحن دولة عظمى كبرى، انا بعني دولة كبرى يعني هممنا كل العالم، مش جزء من العالم مثل فرنسا او المانيا او غير الدول. تركيا بالحلف الأطلسي، اليونان بالحلف الأطلسي. أنا شلت النظام اليوناني صحيح وحطيت قبله النظام التركي، بس أنا ربحت وقت اللي خسرت. يعني أنا خسرت مع اليونان وربحت مع التركي، وبتنيناتهم بده يعود ريعا إلي. فلازم من هلأ توضع بنفسك، إذا بدك تعمل صحافي وتتعاطى بالشأن الأمريكي، لازم تعرف إنه أمريكا is a global power، ما بيهمها هيك وهيك وهالأشياء الطفيلة، وهذا صحيح إلى حد كبير. نرجع كيف بتصرف بالشرق الأوسط؟ نرجع على قصة السؤال اللي عملت، إنه أوباما هو اللي تلفن للرئيس مبارك قال له في قتلى وفي حشود وفي جماهير، لازم تصغي إلى صوت الجماهير وإلى صوت الديمقراطية. هذا كان أول إنذار إنه عمل معروف روان. ليش مشيوا هني مع التيار الإسلامي الأمريكان؟ الأمريكان لقيوا بعد البحث وألاف يمكن الملفات والأوراق على إنه القاعدة تتغذى من هذا الينبوع، بمعنى إنه الإسلاميين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي صاروا بكل محل
بالعالم العربي والعالم الإسلامي، وهن يعني يحطوا إيدن على المواقع، لأنه أكثر الشيوعيين صاروا إسلاميين بالأخير. طيب إذا كانت القاعدة اللي هي عم تعمل لي كل المشاكل بالعالم تتغذى من هذا الإنبوع اللي اسمه الإسلاميين، خليني أتعاطى مع الإسلاميين بإيجابية وأعطيهم فرص الحكم تشوف شو بيطلع منهم. هذا هو الخيار اللي عملوه طلع غلط. بس مثل ما قلنا أمريكا بتقدر تغلط، بس غيره يمكن ما بيقدر يغلط. كمان في مراقبتك للسياسة الأمريكية مهم أن نعرف الولايات المتحدة عندما يكون لها خيار من نوع أننا نقبل ونشجع ونحاور الإخوان المسلمين في مصر وتونس وبعد ذلك تكتشف أن حركة الشارع المحلي لا تقبل بذلك، هل تعمل على حماية خيارة بالمال أو بالقوة، أم أنها تتأقلم مع المستجدات بمعنى أن الشارع لا يريد الإخوان في مصر ولا في تونس فهي متأقلمة، أم ماذا؟ شوف، في دول لها أهمية استراتيجية وفي دول لها أهمية أمنية، يعني مش كل الدول مثل بعضها. مصر بالنسبة للولايات المتحدة في أهمية استراتيجية لهذه الدولة، بس ما لها أهمية اقتصادية أبدا. هيدي عبء مالي من أيام سبع بقرات عجاف وسبع بقرات سمان، وبعدها مصر بهالحالة أبدا. فما بعتقد على أنه يعني هممنا كتير إذا صار النظام بمصر يسار، ما بقى في يسار اصلا. هلا وين بده يروح يعني؟ طيب اذا انطلقنا استاذ سليم نصار من يعني ثابت ان الولايات المتحده لا يهم من هو الذي يحكم، يهم الاستقرار. صح. اليوم هناك بدايه غزل واستدعاء للعسكر سواء في مصر او سواء في تونس، ويبدو انه في فتره من الفترات كان لا نريد العوده للعسكر، اليوم وكانه العسكر هم الخلاص الوحيد، حتى من بعض الشخصيات اللي كانت تعتبر في فتره من الفترات ضد العسكر وضد الفتره النصريه. هل ممكن تصور ذلك؟ هل ممكن تصور صيغه عسكريه؟ بكل الاسف الامريكان غير مقتنعين بهذا الشيء، والسبب على انه الشارع الشعبي طير العسكر بكل محل بالعالم العربي، بدايه بتونس مرورا بليبيا انتهاء بمصر والقصة ذلك، لأنه لقوا على أنه الشارع بالصراخ الكتير والغضب المتواصل والحضور الدائم في شو اسمه قدر حيّد العسكر. شوف شو أكبر عسكر وأهم عسكر بمصر أبدا قالوا ب 24 ساعة بتطلع، طلع هو ليه؟ لأنه في عنده شارع أقوى من العسكر. لذلك العسكر هيدي نظرية ايزنهاور وما بعده على انه اذا عندنا مشكل في العسكر بيجوا بسوريا بيجوا بالعراق بيجوا كذا بيحلوا الامر، العسكر انتهى يعني ما بقى في مشكلة الان، ما بقى في خلاص من وراء العسكر. في كلامنا عن مصر دائما يعني نقترب من المثال التونسي ايضا للتذكير ان كل شيء بدا في تونس، بدا مع الحركة البوعزيزي في 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 تونس، وبعدين انسحب كل ذلك على بقية أنشطة. لكن واضح جدا أن تونس لم تهدأ، وأن هناك حركة مجتمع مدني ويساري وليبرالي وتونسي حتى تونسي بالمعنى التقليدي لتونس، رفض الحركات السلفية أو رفض الحركة الإخوانية الموجودة، وهذا الانفجار أحد ظواهره كان اغتيال بالعيد أخيرا، وهو طبعا من الشخصيات اليسارية الليبرالية المدنية الشهيرة في تونس. أولا هل هذا آلي؟ هذا بشكل حتمي الصدام في الشارع على طريقتنا نحن العرب، هذا الصدام الحضاري المدني سيستخدم في السلاح وقد يصل إلى استخدامه بطريقة الحرب الأهلية سواء في مصر أو سواء في تونس، من يضبط هذان الشارعين؟ أنا بعيدك إلى النظام بورقيبة. بورقيبة يعني تاني نظام بخمسين سنة من تحرير المرأة اللي أخذت حقوقها أفضل بكثير من المرأة الأوروبية، ناهيك عن الأحكام الأخرى وعن الموقف العقلاني اللي وقفه بورقيبة، وعمل من تونس بلد مهم كثير. بعدين بدي لك شغلي،
ما تنسى تونس مهمة كتير تاريخيا. إذا رجعت لهانيبال لما أهل صيدا أو فينيقي صيدا راحوا برموا كل الشواطئ، ما لقيوا حدا بمزاجهم يقدر ياخد عنهم، وهدد الإمبراطورية الرومانية. واحد اسمه هانيبال طلع الأفيال على الجبال، يعني شغلي. فهودي شعب الحقيقة متمرس بالدفاعات وبالحقوق وإلى آخره، ويعني شعب عنيد بهالقصة، ما بيجاري فيها أي شعب آخر. لذلك اللي حصل بقصة بلعيد، أنا بقول هذا خطأ تاريخي حيحصل، سيكون له مضاعفات ونتائج وانعكاسات كتير سلبية على كل الأحزاب الموجودة. وبعطي مثل على هذا. لما اجى نابليون وحاول هيك يعني ينظف فرنسا من اثار الثوره، قام واحد اسمه دوق ليغلان موجود على حدود بروسيا، قام ثوره عليه هو. فبعت ناس جابوه واعتقلوا وحاكموه ب 24 ساعة وقتلوه، أعدم. كان عنده تيليران داهية الدواهي، كان وزير خارجية وكان حكيم كتير، هو صاحب فكرة الانتصار بفيينا، مؤتمر فيينا هو بطله. المهم نابليون عرف انه بده يزعل هيدا انه انقتل بهالسرعة وعن نعمل نحن مثل الثورة. فإجا وقدامه صار يقول له هيدي جريمة، هاي جريمة كبيرة كتير. طلع في تيليران وعرف انه مش مقتنع بهالعنيوله، قال له لا مش جريمة، هيدي أكبر بكتير. قال له شو؟ قال له هيدا خطأ سياسي. وأنا بعتقد اللي حصل مقتل بلعيد مش جريمة، خطأ سياسي. بكرة تشوف بده يحمل أوزاره كل اللي عملوه أو شاركوا بيعملوا. طيب أدوات التغيير أستاذ سليم نصار، حضرتك مش يعني لست مقتنع، ما زلت مقتنع بموضوع الشارع، لست مقتنع أن هناك أدوات عسكرية جاهزة، أن الشعب مقابل حالة استخدام العنف في مصر، الفتاوى بقتل المعارضين في مصر، قتل المعارضين أيضا في تونس، هناك أداة جاهزة وتسمى بأنها أداة نظيفة بمزدوجين محترمة لدى الشعب المصري ولدى الشعب التونسي هي الجيش. حتى الآن برأيك هذه الأدوات غير مسموح أن تتدخل. أخي محمد، خلينا نعطي القذافي، أكثر إنسان على عدد السكان كان عنده جيش، أكبر ترساني موجود بالمنطقة، شارب 17 مليار أسلحة، صريخ لفوق وصريخ لتحت، والآن نجر ومالي وكل سوا عم يعيشوا من وراء الترسانة قدرة حميته هيدا. يعني ذكرني هو عن يصرخ مسكين وعن يأوصوه بهذا الملك. أتكلم يعني في مثالك عن القذافي، الجيش الليبي كان جيش القذافي، جيش نظام القذافي. نتحدث عن الجيش التونسي وليس جيش النظام التونسي، والجيش المصري ليس جيش النظام المصري. جيش الأنظمة كلها سواء، ما هي الجيوش بالعالم العربي، ما كلها جيوش أنظمة وجيوش شخصيات، هي جيوش الدول العربية. حتى طيب أدوات المخارج حضرتك، يعني ما زلت تشعر أنه هذا الشارع في تونس وفي مصر بإمكانه أن يغير شيء، حتى أشعارين آخر بإمكانه التغيير؟ أنا على قناعة على أنه الثورات في العالم العربي لم تهدأ بعد ولن تهدأ إلى أن تتوصل إلى ما يسمى سايسبيكو جديد. سايسبيكو جديد هذا هو يعني الفكرة تبعه، وعطيونا كيف بده يكون الموديل مستقبلا، هو دولة أو دولتين بالسودان. يعني السودان أصم انشطر إلى شطرين، واحد مسيحي وواحد مسلم، واحد غني يعني حاول أنه يعطي اللي ما عنده،
وإلى آخره، وحيدله في حالة تصادم متواصل وبعيد عن إسرائيل. الدول العربية اليوم 22 دولة، عد معي خلال 5 سنين حيكونوا 40 دولة. ليه 40 دولة؟ لأنه هذا بيضمن سلامة إسرائيل لأمد بعيد كتير، وبدل في ما يسمى باللغة العسكرية سلة السلاطعين، يعني بتحط أنت سلاطعين بسلة بيصيروا يعضوا بعضا كل الوقت. فالعالم العربي هيك، إذا كان سوريا حتصير سوريتين، وإذا كان اليمن حيصير يمنين، وإذا كان الله يبشرك بالخير أستاذ سليم. على أنا 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 يعني بتمنى من كل قلبي إنه هذا ما يصير. طيب. بس المؤسف إنه ما في شيء قوة عن تردعه. موضوع الأخير هو حاليا الهم الخليجي، نشعر في الأيام الأخيرة أن دول الخليج تشعر وكأن شيئا يحاك في موضوع السلاح أو في موضوع البرنامج النووي الإيراني. هناك تصريح حاسم لسعود الفرس وزير الخارجية السعودي يقول لا نقبل بسلاح إيراني، لا إيراني ولا أي سلاح آخر في المنطقة، وكأنه يتوقع قبول معين. كوريا الشمالية قامت بتجربة أيضا نووية مؤخرا، طبعا استنكر العالم، ومن الذين استنكروا هي إيران أيضا التي تعتبر أنه هذا ضد. أيضا كان في اقتراح قطري بتشكيل دول المطلة على الخليج. لا أعرف إذا كل هذا بإمكان التعبير عن حالة قلق حقيقي داخل دول الخليج أم لا، نحن في الوقت الضائع. هذا صحيح، بس صحيح أيضا على أنه في مشاكل أثيرت ولم تحسب. قضية البحرين هي قضية بتخص إيران وبتخص دول وبتخص البحرين وبتخص الدول المحيطة بها. ناهيك عن سوريا ومستقبل العراق. العراق الآن كردستان إلى حد ما عمليا صار بلد مستقل، عن تعطي النفط هي لتركيا من دون ما تمر على الدولة المركزية أو عن تسأل عنها. عندها تقريبا عملتها، عندها فنادقها، أكثر المسيحيين العراق لجأوا إلى آخره. فأنت في حالة اقتسام نفوذ داخلي ومقطع ثلاث قطع، بس ناطرين الحل الأخير لسوريا. أنا بقول سوريا بقي هذا النظام أو تعدل هذا النظام أو صار في عليه مشاركة جديدة أو إلى آخره، هذا النظام بده يدل وقت طويل يرهق العالم العربي، خصوصا أنه تقدر حتى الآن حجم الخسارات وإمكانية العودة بدها 12 سنة وبدها 140 مليار دولار لإعادة ترميمها. يعني بدك تفكر انه المانيا تدمرت كلها سوا، اخذت 5 سنين واخذت مشروع مارشال اللي هو 24 بليون دولار. بقى انت شو بدنا ننتظر نحن؟ اذا نحن ناطرين جودو يطلع علينا ويشوف كيف بده يحل لنا مشكلة. لكن برجع لسؤالي، هل تشعر دول الخليج انه بامكان العالم الغربي على رأس الولايات المتحدة ان يقبلوا بإيران نووي في بداية خوف من هذا الاستحقاق؟ لا ابدا ابدا، حتى الامريكان عم يحاولوا يقنعوا يقنعوا اسرائيل حدا فيها. ليه بدها؟ يعني شخصيا يقال على انه اوباما مقتنع انه لازم تاخذ الامله النوويه. طبعا هذه الامله النوويه بالنسبه ل 200 مليون 200 رأس نووي عند إسرائيل ما هي بالحجم أي شيء ولا يعمل تغيير. لكن اكتشفوا على أنه العلاقات الباكستانية الهندية صارت أفضل لما الدولتين صار عندهم قوة نووية، لأنه كل واحد. أنا حضرت تقول أن الولايات المتحدة أصبحت قابلة في هذه المسألة. أنا بتذكر من يمكن شيء 4 أعداد
اللي هي الجري المجلي اللي هي تقريبا فكر وزارة الخارجية الأمريكية اللي هي فورن أفيرز، كتبت على أنه الرئيس أوباما ما عنده مانع. ليه؟ إنه إذا إيران صار عندها قنبلة نووية هيدي بتخلي على الأقل تعمل إسرائيل شوية تنازلات في قصة القدس وقصة حقوق الدولة الفلسطينية. لكن بشكل، أما إذا ما كان في توازن أبدا، يعني واحد عنده 200 رأس مال وواحد ما عنده شيء، ما راح يكون في نوع من 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 الحل. لافت أيضا أنه في الأشهر الأخيرة أيضا كان هناك دراسات إسرائيلية تقول أن السلاح النووي الإيراني لا يعد خطرا على الوجود الإسرائيلي، بمعنى أنه أيضا إسرائيل بدأت تقبل فكرة وجود سلاح نووي في المنطقة. هلا بانتظار الرئيس جاي آخر الشهر الجاي نشوف كل هالأمور حتعرض. طيب سؤال الأخير، كتبت في جريدة النهار، هل تشعل إسرائيل الحرب قبل وصول أوباما إلى المنطقة؟ جواب. جواب والله هذا يعني هذا سؤال إلى حد كبير. أنا وقت بقول المنطقة يمكن في عملية ضد حزب الله ولازم يتوقع، لأنه كل هال الصياغة اللي عم تطلع الكام بقصة بلغاريا وقصة غيرها إلى آخره، حتى يلاقوا يعني شوية قاعدة أو مبررات قاعدة إعلامية تجيز لهم هيك التحرش ب. لكن هني كمان عندهم حسابات كبيرة على أنه إذا كان حزب الله وصل له هذه الأسلحة المتطورة اللي أعطتها روسيا لسوريا اللي هي S-17، يعني هذا دمار عليها كبير كتير، بدها تعمل حساباتها. لكن واحد أهوج مثل نتنياهو كل شيء لما اجى على لبنان وعمل عملية 12 طيارة تبع الميدل إيست وكان هو بطلهم، بده كمان هو يطلع بطل تاني على أنه منقذ إسرائيل. أستاذ سليم نصار أشكرك جزيل الشكر، كنا نحاول معك أن نستكشف ماذا يحاك خلف هذا الوقت الضائع. شكرا للانتباه، إلى اللقاء. شكرا.